القانون هذا. شوف انا نقول لكم شنو كاين، الا كان هذا الشيء ديجا كيوقع في المغرب يقدر تكون وجهه النظر ديالي مختلفه، ولكن هذا الشيء دابا وقع مور التطبيع، كاينه ولا ما كايناش؟ ياك هذه القضيه ديال الاسرائيليون يوزعون قفص رمضان على المغاربه، هذا الشيء وقع اول مره ربما، ياك على حسب علمي انا ما كانش كيوقع هذا الشيء هذا قبل التطبيع، اوكي؟ شوف هاد الصفوف اللي شفناها في هاد رمضان الكريم، المغاربه المغربيات رجالا ونساء، المغاربه رجالا ونساء واطفالا، دايرين الصف شادين الصف، والاسرائيلي بالطربوش ديالو كوزي لها لالا، كوزي لها سيدي، ويعطيهم في القفه فيها الحميص والشعريه، ويعطيهم قالب السكر، اليس ادلال هذا؟ وللاسف الشديد الدوله ما كتدبرش عليهم، كتخليهم يعبدوها غراتويتو، الشعب كيعبد الملك ديالو وكيعبد اللي حاكمينه، ولكن هو شعب فقير ما لحق حتى وزه، ما لحق والو والو ها ها ها. والو والله يمك ما لحق والو. الفقر والفاقه والمدله والذل والمهانه والشرك بالله، كل شيء مجموع فيك ايها الشعب وانت لا تشعر. نعم انا كنشوفهم مقطعين مشردمون مقطعون، الثياب رطه حال ما فيها ميتشاف، اسنان طيحين، المهم داك الشيء خلي داك الجبل راقد وهما باقي عاش الملك سيدنا زوين، عاش الملك يا الخوانة لا شاش لا بيبي، الملك هو حبيبي. ضربت عليهم الدلة والمسكنة صاحبي، الشعب المغربي ضربت عليه الدلة والمسكنة صاحبي، وباء بغضب من الله وهو لا يشعر.